الأقدار تعصف في عمرنا وتدور أمر وقرار بين الكاف وبين النور كتبت أعمار وهبت أموال وبنون تمضي الأقدار تعصف في عمرنا وتدور أمر وقرار بين الكاف وبين النور كتبت أعمار وهبت أموال وبنون إن مسنا ضر بالصبر نداوي نطيب أو مسنا خير قدر الله بكل الخير يصيب حمدا لله أمر المسلم هذا عجيب مسنا ضر بالصبر نداوي نطيب أو مسنا خير قدر الله بكل الخير يصيب حمدا لله أمر المسلم هذا هنا نحيي الهمم نزرع أملا وتفاؤلا نورا وسنا نحيا حلما وسنهدي فرحا سيداوي يمحو المحنة فسنبقى هنا